راديو منزل وزيانة فام راديو المواهب والتراث راديو الموسيقى والغناء راديو الكبار والصغار على الذبذبة 103.5 ميجا هرت تابعونا على رمبي فام واكبوا برامجنا في كل المجالات جديد الأخبار المحلية وانتظارات الشارع صوت المواطن وأحلامه مواهب شبابنا وإبداعاته ثقافة فن ورياضة سياسة تحليل ومؤانسة استمعوا لبرامجكم على إذاعتكم إذاعة الصوت الحر إذاعة منزل بوزيان أفام من 10:30 النهار ومن 3 للـ5 على 103.5 ميجا هرتز بكره بتشتت الدنيا على القصص المجرحه
يبقى اسمك يا حبيبي واسم بينمحى. يبقى اسمك يا حبيبي واسم بينمحى. بحكي عنك يا حبيبي لأهل الحي، بحكي عني يا حبيبي لنبعة المي، بحكي عنك يا حبيبي لأهل الحي، بحكي عني يا حبيبي لنبعة المي. ولما بيدور السهر تحت قناديل المسا بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنتسى. بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنتسى. وهديتني وردي فرجيتها لصحابي، خبيتها بكتابي زرعتها علي مخدي. هديتك مزهريه لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهديه. وهديتني وردي فرجيتها لصحابي، خبيتها بكتابي زرعتها علي مخدي. هديتك مزهريه لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهدية. وهديتني وردي فرجيتها لصحابي، خبيتها بكتابي زرعتها علي مخدي. هديتك مزهريه لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهدية. وبتقلي بتحبني ما بتعرف قديش، ما زالك بتحبني ليش دخلك ليش. بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق. بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق. وبكرة بتشت الدنيا عالقصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسم بينمحى. بيبقى اسمك يا حبيبي واسم بينمحى. واسم بينمحى. واسم بينمحى. طلوا حبابنا طلوا نسم يا هوا بلادي، بين ربوعنا حلوا ضحكة زهرات الوادي. بالفيات غنينا وعالميات تلاقينا، عالأبصارنا حلوا ينسانا الطير الشادي. ونحن حكايات في باله منا نغمات مواله، نحن حكايات في باله منا نغمات مواله. لما الناس مات تحلاله بين الغابات بينادي، لما الناس مات تحلاله بين الغابات بينادي. فوق جبالنا الصمرا طل الفجر حكينا، بين مروجنا الخضرا صار الورد نادينا. والأطيار عالميلين تروي اخبار قروب العين، فوق جبالنا الصمرا طل الفجر حكينا. ونحن من بعيد نحديله عن حب جديد نحكيله، نحن من بعيد نحديله عن حب جديد نحكيله. وعالصمر الغيب نوميله من خمر العيد يسقينا، عالصمر الغيب نوميله من خمر العيد يسقينا. حبيبي صباح الخير صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور يا
يلا اصحى غنك فيروز حبيبي. ايامكم فلوا يا زمان، وعلى اذاعتنا ان شاء الله تكونوا راضي. راديو منزل بوزيان، الصوت الحر. غنك فيروز، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين. من تصحى تشرق عالدنيا مو شمس وحده شمسين. نقاش وحوار، تحقيق ومتابعات حصرية لكل الأحداث فقط على موجة إذاعة منزل بوزيان FM. صوت الحرية والأحرار، هذه إذاعة منزل بوزيان FM. من وراء الكواليس، مساحة تنشيطية على أمواج إذاعة منزل بوزيان، استضافات لمنشطي الإذاعة، رصد لطرق استقصاء المعلومة وصياغتها، وحوصلة كاملة لمواعيد البرامج طيلة الأسبوع. من وراء الكواليس مع سناء جندوزي، كل نهار اثنين على أمواج راديو منزل بوزيان. صباح الخير، صباح النور سادة المستمعين، وين ما توصلكم موجة إذاعتنا. تحية لكل من يتابع فينا أو يهتم ببرامجنا ولا حتى يهتم بالمواضيع اللي باقين نطرحوا فيها. كذلك نقدم تحية كبيرة برشا لكل من يتابع فينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تحية للناس الكل وين ما كنتوا. الاثنين قابلوا معاكم كالعادة في برنامج يجمعنا مع بعضنا، ان شاء الله نقضوا مع بعضنا وقيت حلو وقيت مزيان فيه تتفرهدوا فيه وكذلك تحصلكم فيه الفايدة. من وراء الكواليس يجيكم دائما ببرمجة جديدة ومع حصص متنوعة تتضمن مواضيع مختلفة من الاجتماع إلى التثقيف إلى التاريخ وغيرها من المواضيع والبرامج اللي تأمنها لكم إذاعة منزل بوزيان FM. كما تعودتوا تأمن لكم الحصة في التقديم سناوي، رافقني في الجانب التقني منذر بن جدو. قبل ما ندخلوا أو قبل ما نخلوكم في نغم، خليني نقدم تحية كبيرة برشا لكل تلامذة اللي يخذوا الباك، إن شاء الله مبروك عليهم، ونقولهم إن شاء الله العاقبة الما أهم. وحاجة أخرى بربي نحب نقول اللي وليدات اللي مازالوا أو اللي طاحوا كنترول، ان شاء الله ربي ينجحهم وان شاء الله بنجاح بالحق، خاطر نعرف اللي خيبه الامل خايبه، لكن اكيد مادام ثم كنترول مادام ثم امل ما نقطعوش، وخاطر قطع الامل ماهوش باهي. صحيح حسره كبيره برشا، لكن اللي عند ربي ماهوش بعيد. إذن مستمعينا الكرام، انطلاقتنا باش تكون مع الفنان ماهر زين في غناية أجمل فرحة نسمعهم بعضنا ثم نرجع. أجمل فرحة هي يوم فرح كل شيء أكيد، ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب، إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعكوا أحلى حياة. Thank you.
سنين قولوا ما شاء الله يا محلى زوجين صالحين ربنا يجمعكم ويا بعض في الجنة ربنا يجعلكم طول العمر متفاهمين قولوا ما شاء الله يا رب تعيشوا أحلى سنين قولوا ما شاء الله يا محلى زوجين صالحين ربنا يجمعكم ويا بعض في الجنة ربنا يجعل طول العمر متفاهمين أجمل فرحة في حياة كلنا حلم والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تبقى يا الله حلم والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تبقى يا الله أجمل فرحة من جديد مستمعينا الكرام مرحبا بكم أهلا وسهلا بكل من التحق بنا على راديو منزل بوزعين اف ام غنية جميلة جدا نهديها لكل زوز مازالوا كيف عرسوا إلا حتى قادمين على الزواج في الأيام القادمة نقول لهم إن شاء الله بدو بتنام برنامج من وراء الكواليس الأكيد صحيح تعودت عليه وعرفت محتواه اللي يتضمن حوصلة كاملة للبرمجة الإذاعية طيلة أسبوع من العمل الجامعي لكل من التحق بنا توا نقدم لهم تحية كبيرة ونقول لهم خلوكم معنا وما تبدلوش الموجة عنا برشا برشا برامج تستنى فيكم كما تعودنا في البرامج نعملوا تقديم عام لكل البرامج اللي نتناولوها كيف ما العادة كذلك نعملوا نعطوكم محتوى الحصة في الأسبوع وهذا حبينا البداية متاعنا باش تكون برنامج أو بالبرامج اللي فيها جانب شوية ترفيهي باش ما نخلوكمش تقلقوا وتبقوا معنا مستمعينا الكرام لانه البرمجه متاعنا اليوم ثريه برشا وفيها من المعلومات الكثير والكثير بدايتنا باش تكون مع برنامج مساحه موسيقيه برنامج يجيكم كل أحد تسمعوه فيه الكثير من الفن وخاصة الفن التونسي هو متاعنا برنامج هذا عنده برشا إطلالات فنية ولو أننا نتحدث شوية على نوعية الأغاني التراثية وحتى متاع توا الأغاني اللي نسمعوا فيها واللي باقي تتعدى في القنوات العربية مساحة موسيقية عادة ما ناخذ فنان تونسي نتحدث على حياته وعلى مسيرته الفنية وكذلك ندخل شوية في التفاصيل متاعه ومتاع حياته وكيفاش بدأ الفن هذية في نصيف ساعة نحاولوا أن نعد أكثر قدر ممكن من الأغاني ولهنا بربي نحب نعطي كتعليق صغير ربما لأنه مهم برشا وأحنا كيف ما نتحدث على الفن التونسي نحسوا أن ما زلنا ناقصين برشا اهتمام بالرغم أن الكلمات جميلة ومعاني باهية برشا لكن مع الأسف نحسوا أنه دائما أغنينا التونسي ما هوش لاقي الحظ متاعه كيف مع عديد الأغاني الشرقية وغيرها لقد تكون بلا معنى لكن يكون وجودها مكثف عبر القنوات اللي أصبحت لا تعد ولا تحصى مستمعينا الكرام بإيجاز كانت هذه برؤوس أقلام لبرنامج مساحة موسيقية كذلك من البرامج الأخرى اللي تهتم بالفنون وهو برنامج مواهب وفنون صحيح يختلف في محتواه شوية على البرنامج مساحة موسيقية لكنه فيه جانب ترفيهي ربما لأنه يعنى بالطاقات الموجودة في منطقتنا كذلك نحاول من خلال البرنامج هذا أن نخرجوها للنور وعليش لا يكون البرنامج نقطة بداية ربما لمستقبل أفضل أما الجانب الآخر فيعنى بالحديث على الفنون العريقة والقديمة اللي في الحقيقة أصبحت موجودة بكثير بكثرة عفوا بل متطورة برشا حتى في العصر الحالي ونذكر على سبيل المثال فن النحت والنقش والرسم وغيرها من الفنون الأخرى اللي التي أبدع فيها عديد الفنانين في العالم هذا في أسطر قليلة مضمون برنامج مواهب وفنون اللي كان تحدث في الأربعاء الفارط على فن الرسم عرفناه حكينا على تاريخه وتحدثنا عليه في حديث مطول على الاستخدامات متاعه وكذلك أعطينا لمحة على أنواع الخامات المستعملة في هذا الفن
تذكروا سادة المستمعين أنكم مع برنامج من وراء الكواليس عفوا على أثير موجات راديو منزل بوزين أف أم. إذن كنا مع البرامج الترفيهية وسنمر إلى البرامج التي تعنى بالطفولة وعلى وجه الخصوص اللي كان مضمونها موجه إلى المربين والأولياء، والبداية باش تكون مع برنامج صغار على الدرب. برنامج يحكي على الطفولة وعلى أهمية التنشئة الاجتماعية المتوازنة أو المهمة برشا في جعل الطفل متوازن وواعي في مجتمعنا، وهو في الحقيقة الصغيرات هذوما هما مستقبل غدوة بهم، هما النجم نبنو غدوة، لكن يلزم اللهوة بهم أولا وبالتربية متاعهم، والأكيد نبدو تربيتهم من البيت من الدار يعني، ولهنا نقصد الأب والأم هما اللي تحملوا المسؤولية في نشأة الصغيرات هذوما. والأكيد ما ننسوش لهنا أن الحلقة متواصلة، لأني بالضرورة نحكو على دور الرياض والمكاتب وغيرها من المراحل هذه اللي كلها تكمل بعضها في إنشاء الصغيرات هذوما. برنامج صغار على الدرب فيه كذلك جانب آخر، وهو اكتشافات طاقات كبيرة في الوليدات هذوما، ولهنا به برشا وقت ما نخلو صغيرات يؤمن بقدراتهم وبالموهبة متاعهم، لأنهم بالحق حرص على تأطير الصغار هذوما من نشأتهم وتكسبهم أصلا الثقة في رواحهم باش هكيكا يطلعوا سلم الحياة بسيس صحيح. إذا مستمعينا الكرام، كانت هذه حوصلة برنامج صغار على الدرب في حصة الجمعة 21 جمعة 2014. مستمعينا الكرام، مازلتم متواصلين مع برنامج من وراء الكواليس في حوصلة أسبوعية لكل برامج الإذاعة، وباش نكملوا دائما مع البرامج الخاصة بالطفولة، لكن هالمرة البرنامج شوية مختلف لأنه اجتماعي على وجه الخصوص، ولهنا الأكيد حديثنا باش يكون على برنامج في قلوبنا رحمة. هدفنا في البرنامج هذا وضع كل المربين والأولياء في إطار من ناحية التعاملات مع أطفالهم واللي هما عفوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك البرنامج هذا إصالة الضوء أكثر حاجة على الإحاطة العائلية والاجتماعية للصغيرات. بطبيعة الحال هنا نقصد دمج الصغيرات في من الفئة هذه في الحياة الاجتماعية كبقية الأطفال العاديين، لأن الطفل المعوق عنده يعني نفس النظرة للأشياء وعنده الأحاسيس، لازم يعني مهوش مستاهل أن النجم نتعاملوا معهم، لكن في الأخير هما يعني الإحاطة والرعاية نجم نقدموها كما للصغيرات العاديين، كما للصغيرات اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة. كذلك في الأخير الصغير هو سواء كان من ذوي الاحتياجات الخاصة أو طفل عادي، فإن الإحاطة من طرف العائلة وغيرها مهمة برشا، لأن التنشئة الاجتماعية هي اللي تخليه يرتكز على أساس صحيح باش ينجم يكون فاعل في المجتمع غدوة. مستمعينا الكرام، مازلنا متواصلين معكم ومع الأنغام، نسمع بعضنا النغم هذا ثم لنا عودة.
وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وبكل من التحق بينا. غنية ياسر مزيانة نهدوها لكل من خذال باك ونقول إن شاء الله بنجاح للي عدوا في دورة المراقبة. مستمعينا الكرام نرجو إلى برنامجنا، كذلك نرجو إلى الحوصلة متاعنا لبرامج الإذاعة لسبعة أيام من العمل. كنا قبل النغم انطلقنا في البرامج الاجتماعية وسنكمل معها وتحديدا مع برنامج وصل لصوتي. برنامج دائما بالجديد مع طرحه لجملة من القضايا والمواضيع المهمة برشا. برنامج يتناول كل المشاكل الاجتماعية على اختلافها، نتوسع في أي شكل من الأشكال القضايا هذية اللي نتعرض لها في البرنامج، ونطرح أسئلة في كل المواضيع والقضايا. كذلك نحاول أن ننشر الوعي ربما في عند الناس اللي مازالت غافلة شوية، صحيح يمكن التعبير يمكن قاسي شوية، لكن الموضوع القضايا هذية تهمنا برشا وتهم المجتمع في نفس الوقت. لازلنا سادة المستمعين مع البرامج الاجتماعية اللي تعتبر بالحق عندها تأثير على المتلقي والسامع، ونمر إلى برنامج لقاء مفتوح. هو الآخر تقريبا يصب في نفس المصب، الإشكاليات المطروحة في مجتمعنا أو في جهتنا على وجه الخصوص. برنامج يبحث في الحياة الاجتماعية لما لها من تأثير في واقعنا الحالي، وخاصة بعد الثورة والت كثرت برشا حاجات في الحقيقة ماهيش مقبولة في مجتمعنا، وتأثيرها مع الأسف سلبي برشا على الأجيال الناشئة. لقاء مفتوح دائما بشهادات حية وبرصد لأهم التساؤلات بشأن أي موضوع يطرح للنقاش. نمر إلى برنامج منبر المرأة. أكيد من عنوانه الناس الكل نعرفه أنه الاتجاه متاعه أو يتحدث على كل ما يخص المرأة وكل ما يتعلق بحياتها العائلية وحتى الاجتماعية والاقتصادية. المرأة حاضرة دائما بسندات القانونية اللي تدافع على حق المرأة في كل المجالات، وراه صحيح المرأة في السنين الأخيرة ماخذة حقها والشيء هذا معروف، لكن احنا لهنا نتحدث على كنساء اللي تلقاهم مع يعرفوش كيفاش يدافع على حقوقهم، ونتحدث كذلك على كل امرأة ما عندهاش المعلومات الكافية باش تحمي روحها من اي خطأ يمكن انه يرتكب عليها. ببرنامج منبر المرأة نكون قفلنا ملف في البرامج الاجتماعية، ونمر إلى برنامج عنده طابع خاص شوية لأنه يجمع بين عديد من الجوانب من التاريخ إلى الاقتصاد إلى التثقيف والمعلومات وغيرها. هو برنامج ملم بكل الخصائص البلاد التونسية، وكيف ما ذكرت البلاد التونسية أكيد يعني حديثنا لهنا عفوا بش يكون على برنامج أصالة بلادي. الجولات والرحلات اللي نقوم بها في برنامج أصالة بلادي بالحق تعطينا أكثر قدر ممكن من المعلومات من البحث. كذلك بالحق هو صعيب برشا كان الواحد يعرفها لولا أنه ما يعملش بحوث، ما يسألش، ما يلوجش فيها، فقط يزيد يعني وقت اللي نحن نعمله هذا الكل يزيد الرصيد اللي عنا من المعرفة لبلادنا، ونتعمق فيها أكثر ولاية دائما من خلال الرحلات والبحوث اللي نقدموها نكتشف عادات قديمة وعريقة كانت عندها الصيت متاعها في هيك العهد متاع أجدادنا. يمكن صحيح ما زالت موجودة حتى التوى في بعض البلايس، لكننا ولينا نشوفوها فقط في المناسبات وكما التظاهرات واللي بس تقليدي وشهر التراث وغيرها. برنامج أصالة بلادي بحث شامل عن كل الولايات نزورها باش نحاولوا مع بعضنا نوصلوا النسخة الأصل والقديمة لجميع
ولاية بلادنا التونسية. كما كل ولاية تحدثنا الأسبوع الفارط على ولاية القروان، حكينا على جغرافيتها، على عليها كذلك دينيا تاريخيا، حكينا عليها من جميع الجوانب. هذا كان ملخص أصالة بلادي لهذا الأسبوع. من أمام ميكرو راديو منزل بوزيان اف ام تسمعوا برامجنا، وأحنا مازلنا مكملين في البرمجة الأسبوعية متاعنا. وقبل ما نواصلوا هيتناملوا ترتيحة صغيرة مع غناية من اختيار زميلي منذر ونرجع. Yeah.
اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد. رجعنا لكم ان شاء الله النغم يكون عجبكم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. اذا مستمعينا الكرام متواصلين في البرمجه نتاعنا من برنامج من وراء الكواليس، واحنا الاكيد سعداء برشا بوجودكم معنا الاستماع لنا، وكذلك احنا نحاول ان نونسكم في دياركم وين ما كنتم. مع بعضنا مستمعينا الكرام نكملوا مع برنامج الطب البديل. شكون ما يعرفش فوائد الأعشاب الطبيعية على الإنسان ومساهمتها في جعل الإنسان دائما متمتع بصحة وعافية؟ وأكيد خير دليل النجم نقدمه لكم أو نفيدوكم به هو هك الوصفات اللي يستعملوها أجدادنا في القديم. وللأمانة مازالوا فما بارشة من الناس محافظين على التداوي بالأعشاب الطبيعية. صحيح ما نجموش ننكروا أهمية الأدوية في وقتنا توا، رغم التقدم الصحي والطبي اللي وصل له الطب في الوقت توا، لكن الأكيد تبقى هك الوصفات متاع ناس بكري عندها يعني تأثيرها ونتائجها جيدة وجيدة جدا، لأنها على الأقل ما عندهاش مضاعفات والتأثير السلبي على الإنسان، والواحد كيف يستعملها ما يخافش منها. هيك عليه نقوله يعني أو نلقوا أجدادنا عندهم أكل ارتباط الكبير برشا بالطبيعة. أعليش؟ لأنهم ربما هما الأدرى بفوائد كل مكونات. نكملوا مع برنامج نوافذ على المجتمع المدني، يهتم بكل مكونات مجتمعنا المدني ويسلط الضوء على أهم النشاطات اللي يقوموا بها الجمعيات المنظمات وغيرها ناشطة في المجتمع، ويركز كذلك على أهمية الدور الكبير اللي تقوم به المكونات المجتمع المدني في النهوض بالجهة. وحكينا في الأسبوع الفارط مع سي أحمد اللي كان حدثنا وحكينا على مشروع حل نشوف، وعطانا تفاصيل على كل ما يتعلق بالمشروع هذا. كانت هذه حصة لحد 22 جوان عفوا 2014. مستمعينا الكرام لقائنا مازال متواصل معاكم لكنه شارف على نهايته، باش نختمه مع برنامج فضاء المواطن الرقمي. برنامج مهم برشا عند الكبير والصغير، هو في الحقيقة على قدر كبير وكبير برشا من الأهمية خاصة في وقتنا الحالي، لأنه بالحق له رصيد الأكبر في اهتمام الشباب وحتى غير الشباب. وأحنا نعرف أن اليوم وليداتنا من أول ما يدخلوا المكتب يعلموهم شنو معناها حاسوب وشنو معناها أنترنت وغيرها من هذا العالم الكبير والشاسع جدا. البرنامج هذا يهتم بأحدث التقنيات الجديدة اللي تفيد الفرد في حياته عموما. هذا فضاء المواطن الرقمي لهذا الأسبوع. مستمعينا الكرام مشوارنا معاكم يتوقف لهنا في حصتنا هذه، وفي كل حصة نحاول نعطوكم برمجة كاملة للأسبوع في أسطر موجزة إن شاء الله تكون تفيدكم. ومن جديد مستمعينا الكرام نتمنى حظ جيد لكل تلميذ وتلميذة اللي عدوا غدوة إن شاء الله الدورة المراقبة، ونقول لهم إن شاء الله زينة وإن شاء الله بنجاح. إلى هنا نصل إلى نهاية حصتنا لليوم من برنامج من وراء الكواليس، نلتقي في الاثنين القادم إن شاء الله. نخلكم في أمان الله، تحياتي تحيات كامل الفريق العامل معايا، متابعة رائقة لبقية برامجنا، إلى اللقاء. من وراء الكواليس مساحة تنشيطية على أمواج إذاعة منزل بوزيان، استضافات لمنشطي الإذاعة، رصد لطرق استقصاء المعلومة وصياغتها، وحوصلة كاملة لمواعيد البرامج طيلة الأسبوع. من وراء الكواليس مع سناء جندوزي كل نهار اثنين على أمواج راديو منزل بوزيان. بصغري وانا نحلم باش ناخذ حقي في التعبير، وتوا مع إذاعة منزل بوزيان اف ام الحلم ولا حقيقة.
بين العادات والتقاليد. رحلة من شمال البلاد إلى جنوبها، إطلالة على تراثنا، لمحة لحضارتنا. أصالة بلادي، برنامج ثقافي. يجيكم كل نهار اثنين مع عايدة ومروة على راديو منزل بوزيان فام. عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، صباح الخير، صباح النور لكل متتبعي إذاعة منزل بوزيان فام. تحية كبيرة برشا لكل من يتابع فينا على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحية كيف كيف لكل من يهتم بينا ويسمعنا ويتفاعل مع برنامجنا. مرة أخرى نقول لكم أهلا وسهلا بكل من التحق بينا على أثير موجات راديو منزل بوزيان، راديو الحرية. إذا مستمعينا الكرام، كما كل اثنين تعودتوا بينا وبرنامجنا أصالة بلادي اللي ديما يبحث ويأتيكم بالجديد. أمني لكم الحصة في التقديم عايدة ومروة. وفي الجانب التقني منظر وسناء، إن شاء الله نعدوا قيد به مع بعضنا. إذا كما قلنا، برنامج أصالة بلادي برنامج معلوماتي تثقيفي تاريخي، برنامج يبحث في الماضي والحاضر لكل ولاية من ولايات بلادنا التونسية. في كل مرة نمشوا الولاية جديدة، في كل مرة نعرفوا شنية حضارة هالولاية، شنو تاريخها وشنية أهم المميزات في هذه الولاية. مستمعينا الكرام، اليوم اخترنا أن نحكو على ولاية، ولاية عندها برشا حضارة برشا تاريخ، ولاية كبيرة برشا، هي ولاية مدنين. ولاية مدنين هي إحدى ولايات تونس الأربع والعشرين، تجي في الجزء الجنوب الشرقي للجمهورية التونسية. يبلغ عدد سكانها أكثر من 350 ألف ساكن. تحت الولاية مدنين موقع متميز بالجنوب الشرقي من البلاد التونسية، هذا يتجسد خاصة من حيث تنوع حدودها المتمثلة في شريط حدودي دولي مع ليبيا شرقا، وامتداد السواحل المطلة على البحر الأبيض المتوسط على طول 400 كيلومتر شمالا وشرقا، وحدود ولاية جابس شمالا، قبلي وتطاوين جنوبا وغربا. ولاية مدنين تنقسم إلى منطقتين طبيعيتين اللي هما منطقة جبلية ومنطقة ساحلية. تمسح ولاية مدنين حوالي 9167 كيلومتر مربع، أي ما وبها 9 معتمديات اللي هما عايدة معتمدية بنقردين، معتمدية بني خديش، ومعتمدية جربة، ومعتمدية جربة ميدون، ومعتمدية جرجيس، ومعتمدية جربة حمة السوق، وسيدي مخلوف، ومدنين الجنوبية ومدنين الشمالية. توا مروة باش نحكو شوية على الموقع الجغرافي لولاية مدنين. أكيد عايدة، مدنين كما كل ولاية عندها موقع جغرافي متميز. موقعها هو موقع استراتيجي، خطر يجي يعني على سواحل حوالي 400 كيلومتر، وزاد هو نقطة عبور دولي. خطر عايدة جربة ولا مدنين هي معروفة يعني ان هي جاية في منطقة استراتيجية فيها برشا دول وبرشا ويطل على برشا ولايات، دونك هي موقعها موقع استراتيجي. زاد عايدة عندهم موارد وثروات طبيعية معروفة برشا، اللي هم باش نحكوا عليها من بعد شوي. وزاد عندهم بنية أساسية عصرية متطورة ومتكاملة اللي تتمثل عايدة في شبكة الطرقات، زاد عندهم مطار جربة الدولي، وزاد عندهم ميناء تجاري، وعندهم مناطق حرة عايدة، وعندهم الموانئ اللي هي تمثل يعني عندهم 8 موانئ أي اللي هي تمثل عايدة مورد اقتصادي سمح. توا أعزائي المستمعين، خلوكم مع هذا النغم ونعود. We'll be right back.
طيب يا طيب ويا جنين يا طيب وقل لك يا غالي حبوبي ما فيك ما يتعيب ما فيك ما يتعيب جاتني بعيونك بيطولك وبلونك جاتني بعيونك بيطولك وبلونك نبعد طول عمري مجنونك لا نبعد من سيب أعزائي المستمعين، مرحبا بكم من جديد بعد هذا النغم. أبقوا معنا على راديو الحرية، راديو منزل بوزيانة FM. وتوا مروة باش نحكوا المستمعين الكرام على تاريخ ولاية مدنين. نجمش مروة تعطينا لمحة عليه؟ أكيد عايدة، مدنين كما كل ولاية عندها برشا تاريخ. بالنسبة لتاريخ مدنين، هو تاريخ يعني ملقينيش برشا تاريخ عايدة كي عملنا البحث متاعنا وكل، لكن توصلنا أنه مدينة مدنين يعني نشأت حوالي يعني عندها يمكن من منتصف القرن السادس عشر ميلادي. تشكلت هذه أو تشكلت عن طريق حضارة شنو عايدة؟ عن طريق حضارة اسمها الحضارة البنيقية، اللي هي حضارة قديمة في العهد البنيقي. تأسست المدينة هذه وولت مدينة يعني نشأت في وقتش مروة وقتش نشأت الحضارة البنيقية؟ يعود يعني حسب يعني ما لقينا انه هو يعود تاريخ نشأتها الى ما يقارب يعني اربع قرون التالي. تكونت الحضارة هذه وبالتالي في المدينة هذه، وكانت يعني المدينة كانت تضم برشا عائلات عايدة، حوالي يعني 100 عائلة
هما اللي شكوا من أجناس مختلفة مرة أكيد عادة جنسية تونسية معروفين لا هما جنسيتهم كلها تونسية أما يعني دياناتهم مختلفة أي خطر معروفة يعني ديجا مدنين معروفين عادة في جربة مثلا عندهم عندهم عائلة يهودية زادة عادة في عندهم حتى في حتى في الحضارة متاحهم يعني كل واحد جربة بالعكس يعني ولاية مدنين تعطينا أنه عنا ديمقراطية عايشينها في حياتنا خاصة من خلال أنك تلقى يعني كل واحد يحترم كل واحد صحيتي كل واحد يحترم عادات وتقاليد الآخر يعني حتى يعني ساعات نشوفهم يعني يبقوا بحذا بعضهم يحكموا بعضهم عادي يعني ما عندهمش مشكلة في هذا. عايدة نكملوا نحكوا شوي على النشاط الاقتصادي لولاية مدنين. اي مروة ولاية مدنين هي كما نعرف عندها عندها موقع جغرافي متميز وهم برشا عنده برشا موارد طبيعية متنوعة بنية أساسية هامة مختلف يعني عندهم مختلف الأنشطة الاقتصادية أنشطة اقتصادية مختلفة اي عايدة لهنا مثلا عندهم في الزراعة والصيد البحري عايدة اي عندهم مروة عندهم موارد مائية هامة تتمثل خاصة في المياه الجوفية والمالحة اللي يستعملوها مروة خاصة في زراعة الأعلاف وعاوزاد يتميزوا بال عندهم زادة يتميزوا تعطي الأنشطة يعني تعطي التربية العصرية للأرانب عندهم يعني عندهم خاصية هامة هم في المجال هذا يحبوا زادة عادة عندهم يستغلوا زادة المياه الجوفية المالحة يعني المستعملة في أنهم هم يعملوها يعني في تربية في إدماج يعني تربية الماشية وكيف كيف زادة في زراعة العلاف كما ذكرت قبل وزاد عندهم مستغلات فلاحيه هامه في انتاج الاعشاب الطبيه كما اعشابهم يعني عندهم اعشاب متنوعه يستعملوها عندهم مشكل الاعشاب الطبيه عايده عندهم الاعشاب الطبيه والاكل الاعشاب العطريه زاد اللي يعملها العطور البارفانات وكل شيء بانواعها وعندهم زاد اعشاب يستعملوها في الزينه كما الورد وكل شيء وعندهم ويتميزوا زيادة مروة بصيد الأسماك المعروفة بها جربة خاصة الأسماك مختلفة أنواعها خاصة السردينة والتن عايدة عندهم حاجة أخرى اللي هما عاملين ولا يعملوا في مزارع وأحواض متاع الأحياء المائية اللي يربوا فيها يعني يربوا فيها الحوت مثلا القاروس مثلا خاطرهم يستعملوه والورقة ياخذوه هو الصغير هكا صحيتي مرحلة التفريخ معناها يتبعوا المراحل متاع نشأته من الأول حتى لوين يكبر معناها هما عند يقولوا تسميل صحيت هيك التسميل زاد عايدة عندهم مشاريع يعني عندهم برشا مشاريع خدمات عند برشا مشاريع بخلاف الزراعة والصيد البحري عايدة عندهم زادة حاجة أخرى عندهم الصناعات عندهم صناعات مختلفة مروة صناعات وخدمات صناعات وخدمات عندهم يهتموا بتحويل المواد الأولية لحظة عايدة لهنا في الصناعات عندهم منتوجات صناعية متاعهم يعني اللي يعملوها اللي هي عندهم مثل خاصة مروة في الصوف والجلود صناعة الصوف والجلود وزاد عندهم المنتوجات البحرية اللي يقوموا يعني اللي يساهموا برشا في عمليات التصدير والتجميد عايدة يعملوا لها تصبير ويجمدوها وبعد يصدروا بعد تصبر ويعملوا ساعات زاد مروة كما يقول يصبروها في علب وحديد زاد عايدة لهنا عندهم في المواد الأولية اللي معروفة بها الجهة عندهم أمليح وعندهم طين ما يعني ما هوش موجود يعني في بلاس أخرى عندهم هم يستعملوه خاصة عايدة في الخزف اللي هو معروفة به ولاية مدني حكا ولا وزاد كما نعرفوا الناس كل مدني عندها برشا معتمديات سياحية خاصة جربة اللي يسموها جزيرة الأحلام اللي تتميز بموقعها الاستراتيجي وهي تمثل وجهة وقبلة العديد من السياح المختلف أي زاد جرجيس عايدة بحكم أذكرتي السياحة نحكي شوية على السياحة في ولاية مدنين اللي هي عندهم وحدات يعني عندهم برشا فنادق عندهم برشا وتلة عندهم سياحة جبلية اللي هي بمناطق جبلية عايدة اللي معروفين بها كيف عايدة زاد عندهم برشا مراكز يستعملوها في الترفيه وخاصة الترفيه السياحي وعندهم برشا زادة استشفائية السياحة الاستشفائية وعندهم السياحة الثقافية وعندهم الرياضة وعندهم زاد سياحة الصيد زاد هم خطر هي ولاية سياحية بالأساس يعني وزاد عندهم سياحة الصيد بما أنها هي جزيرة تحط بها يعني يحط بها البحر من مختلف الاتجاهات هكا مستمعينا الكرام نكون قدمنا لمحة صغيرة على تاريخ واقتصاد ولاية مدنين توا أعزائي المستمعين خلوكم مع هذا النغم ونعود
طير عقلي مني السمرة جنني قولوا لي كلمني السمرة جنني قولوا لي كلمني عقلي مني السمرة جنني قولوا لي كلمني
أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد. رجعنا في برنامج أصالة بليدي. نذكركم أن اليوم نحكو على مدينة مدنين. باش نحكو شوية عايدة على المواقع الأثرية الموجودة في المنطقة. عندهم عايدة عندهم منطقة اسمها جكتيس اللي هي فيها أثر رومانية. عندهم زادة الغريبة في جربة اللي هي معروفة يعني يزورها اليهود. كيف كيف عايدة عندهم متحف جرجيس اللي هو متكون خاصة من برشا متاحف. عندهم موقع زيتا وعندهم زادة ميدور روماني محاطه بأروقة مسقوفة وساحة مبلطة. عندهم عايدة معبد اسمه معبد هو معبد يعني مخصص للآلهة الرومانية الإفريقية التانيت اللي هو عايدة لقوا فيه تماثيل منقوشة فيها يعني نقشة مش عادية عايدة اللي هو معروفة بها الأثر الرومانية. زاد مروة عندهم نصب تذكارية رخامية الكثير منها مروة موجود بمتحف اللوفر بباريس. عندهم زاد موقع هنشير الكلخ وهو موقع أثري موجود شمال مدينة جرجيس. عندهم عايدة موقع برج القنطرة اللي هو برج أثري موجود على شاطئ حسي الجربي موجود يعني بحث الطريق الرئيسية الرابطة ما بين جرجيس وجربة. وهو مروة يتكون خاصة من برشة أسوار. أسوار هي خارجية يقولوا تحيط بهذه القنطرة هذه عالية برشة. وزاد عندهم موقع المغارة وعندهم موقع شماخ. شماخ عايدة يوجد يعني حوالي 13 كيلومتر بعيد على جرجيس. وزادة كيف كيف الطريق الرابطة ما بين جرجيس وجربة. موقع برج البنيان شيدوه في جنوب في جنوب شبه جزيرة جرجيس. اي بحث جرجيس يعني على الجنوب بتاع جرجيس. به حكى عايدة نكونوا عطينا لمحة صغيرة على المواقع الأثرية. باش نحكوا شوية عايدة على عادات وتقاليد متاع المنطقة. مدنين كما كل منطقة عندها برشا عادات وبرشا تقاليد بخلاف اللبسة عايدة اللي هما معروفين بها لبستهم اللي هي يعني كالطرف الأبيض ويلبسوا برشا ذهب. هما زادة عايدة عندهم الملحفة عندهم الحرام يقولوا هما معروفين برشا بالأمضان صحيتي بالأمضان. أي زادة لبستهم عايدة سبيسيال شوية خاطر يلبسوا المالية هما يقولوا زادة فيها عايدة تلقاها مشدودة يعني كما هكا بالخليل بخليل واحدة برك فهمتي. نحكو شوي عايدة على الأكلات الموجودة في منطقة مدنين. من أهم الأكلات في ولاية مدنين مروة عندهم الشرمولة. المصفاقس هم يعني يأكلوا شرمولة لكن هم يختلفوا شوي في التطيب. صحيح مروة اللي فسروها المستمعين الكرام الشرمولة هي مرقة بصل يعملوها بالبصل والطماطم والفلفل الأحمر والملح والزيت وبيع يعني يزدها الحوت. الحوت عايدة لهنا عندهم خاصية هم مش كمس فقصية يعملوه هم بالكركم عايدة. أي صحيح يعملوه بالكركم يقلوه. والكمون يقلوه يعملوه بالكركم والكمون ويزدوه الملح هذا عايدة يعملوه قبل العيد بنها قبل العيد بنها صحيح. زادة عملوها مع الخبز مروة خبز أصفر عايدة يسموه كسرة. يعملوا برشا عصيد الفارينة اللي هي عصيد الفارينة عايدة بالمعقود اللي هي مرقة القرع باللحم هذوما يطيبوها خاصة جماعة بالقرداء. وزادة مروة الكسكسي دي معروفين كما كيف كل الولايات معروفة بالكسكسي وهم يعملوا برشا كسكسي يعملوا برشا كسكسي بالحوت. به لهنا مستمعينا الكرام نعتذروا يعني على ذيك الوقت خاطر حاولنا نقدموا يعني الحوايج المهمه في الولايه. دونك لهنا عطينا على المواقع الاثريه وعطينا شويه على العادات والتقاليد. نخليكم معنا غم ونرجع.
أعزائي المستمعين مرحبا بكم من جديد. وتوا أعزائي المستمعين باش نعطوا لمحة صغيرة على أهم المهرجانات المعروفة في ولاية مدنين. نجمش تعطينا لمحة عليها مرحبا؟ به عنا مهرجان الفخار في قلالة، عنا مهرجان سيدي جمور بجربة، عنا مهرجان الإسفنج بجرجيس، مهرجان بجربة أوليس الدولي، واخيرا مهرجان مدنين الثقافي. هكا مستمعينا الكرام قدمنا اهم المهرجانات الموجوده في ولايه مدنين. عايده نشكر برشا التكنيسيان تاعنا اللي هو منظر وسناء في المونتاج. وهكا كنت معاكم مروه وعايده، نقول لكم تصبحوا على خير. بين العادات والتقاليد، رحنا من شمال البلاد الى جنوبها، إطلالة على تراثنا، لمحة لحضارتنا. أصالة بلادي برنامج ثقافي، يجيكم كل نهار اثنين مع عايدة ومروة على راديو منزل بوزيان فام. يصلكم بث إذاعتنا، إذاعة منزل بوزيان اف ام، إذاعة الحرية والأحرار، إذاعتنا إذاعتكم. منبر المرأة برنامج اجتماعي نحاول من خلاله طرح مشاكل المرأة، تصوير واقعها ومدها بالسند القانوني اللي يعطيها القوة باش تدافع على حقوقها. منبر المرأة تسمعوا كل نهار اثنين مع ملو سلوى على راديو منزل بوزيان اف ام على التردد 103.5 ميجا هرتز. انا بتنفس حريه، ما تقطع عني الهوى، لا تزيد كتير علي، احسن ما نوقع سوا. انا بتنفس حريه، ما تقطع عسلامة ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم منبر المرأة. إن شاء الله ما نكونوا شغبنا عليكم برشا، وإن شاء الله زيدا في كل مواضيعنا اللي نقدموها لكم تصير لكم الإفادة. وكل عادة أعزائنا المستمعين راكم على موجات إذاعة منزل بوزيان صوت الحرية والأحرار. اليوم الموضوع متاعنا بش يكون حساس، الموضوع متاعنا بش يكون على المرأة السياسية، المرأة في السياسة. اليوم نحكو على المرأة اللي تخرج المجلس التأسيسي، على المرأة اللي باقية تحاول باش تخرج للرئاسة، اللي باقية تحاول باش تحقق شوية من المكاسب متاعتها. اليوم المرأة خرجنا من المستوى المرجو اللي نتمنوه، ونتمنوا حاجة أقوى من هكاكا. اليوم باش نحكو على المناصفة اللي يحكوا عليها برشا عبيد، اللي نسمعوا فيها في المنابر السياسية والمنابر التلفزية. اليوم مش باش نحكوا على المناصفة ونفسروها، خطر متأكدة اللي الناس الكل تعبت وفدت وسمعت برشا وفهمت، لكن اليوم باش نحكوا على جدوى المناصفة هذه، شنو تقدم للمرأة، شنو تنجم تكون المناصفة هذه، تنجم تطيح من المرأة، شنو تنجم تقدم لها وشنو تنجم تنقص منها. اليوم باش نحكوا على الموضوع هذه بشكل دقيق. علاش؟ على خاطر اليوم كيف نحكوا على المرأة نحكوا على 50 سنة ولا أكثر من النضال حقوقها، والنضال باش توصل للمراتب اللي تتمناها هي واللي يتمناها المجتمع الكل. علاش؟ خاطر المرأة هي نصف المجتمع، والنص المجتمع الآخر يتربى تحت يديها هي. هذاك علاش اليوم كيف باش نرتقوا بالمجتمع، لازمنا ساعة نرتقوا بالمرأة، ومن خلال هذية لازمنا نرتقوا بالقوانين متاعنا، وما تكونش قوانين زيدة هكا تكون غطاء هكا لماع وبرا، وما يكونش عندها حتى فايدة، وما تكونش عندها حتى قيمة. اليوم باش نحكوا بصوت عالي، اليوم باش نحكوا في كل يوم مع برنامجكم منبر المرأة على حوايج تهمكم وتخصكم الناس الكل. وطنا يسير بمجده العلي للأعلى، ويا أرضا عشقنا رملها والسفح والشبان والسهلا. صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العلي للأعلى، ويا أرضا عشقنا رملها والسفح والشبان والسهلا.
صباح الخير يا قماما إليك الشمس تهدي القبلة الأولى إليك الشمس تهدي القبلة الأولى وأنت الخير يا من في كتاب الله فكرك آية تتلى وأنت الخير يا بلدي يا بلدي ترابك طهر من صلى وماؤك من دم أغلى ترابك طهر من صلى وماؤك من دم أغلى وحبك هدي من ضلى حماك الخالق المولى حماك الخالق المولى الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى ويا أرضا عشقنا رملها والسفح والشبان والسلال صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى ويا أرضا عشقنا رملها والسفح والشبان والسلال على منديلك الأخضر سكبت عواطفي عطرا وفوق جبينك الأسمر رأيت المجد والفخر وفيك بحبنا الأكبر أذوب بلوعة حرة وفيك بحبنا الأكبر أذوب بلوعة حرة ترابك طهر من صلى وماؤك ترابك طهر من صلى وماؤك من دم أغلى وحبك هدي من ضل حماك الخالق المولى حماك الخالق المولى صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى ويا أرضا عشقنا رملها والسفح والشطان والسهلا صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى ويا أرضا عشقنا رملها والسفح والشطان والسهلا أحن إليك أنداء خيوط الفجر مرشفها وألحانا على أوتار هذا القلب أعزفها ولوعة عاشق في عجزه يحتار واصفها ولوعة عاشق في عجزه يحتار واصفها ترابك طهر من صلى وماؤك من دم أغلى ترابك طهر من صلى وماؤك من دم أغلى وحبك يهدي من ضل حماك الخالق المولى حماك الخالق المولى الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى ويا أرضا عشقنا رملها والسفح والشطان والسهلا صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى ويا أرضا عشقنا رملها والسفح والشطان والسهلا صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير عسلامة ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين رجعنا لكم بعد النغم هدية كالعادة ما زلت على موجات إذاعة منزل بوزيانة فام في برنامجكم برنامج منبر المرأة اليوم موضوعنا المرأة في السياسة اليوم باش نحكو عن المرأة التونسية في السياسة التونسية اليوم نسمعوا في المنابر الناس اللي تحكي على حقوق المرأة واللي تنتصر للمرأة واللي تحاول في كل مرأة اللي هي الظهر اللي هي معناتها الحزب الأمثل والحزب اللي بيش يكون هو المناصر الأول للمرأة لكن اليوم باش نعطيكم نسبة
يمكن تصدم بعض الناس، بالأخص الناس اللي تسمع في السياسيين اللي يحكوا في المنابر واللي يقولوا اللي هي اللي هما باش ينتصروا لحقوق المرأة. اليوم نحكوا على نسبة المرأة في المكاتب التنفيذية والسياسية للأحزاب اللي تبدأ ذات مرجعية حديثية اللي هي متجاوز 15% رغم اشتراكها في تبني كل المبادئ والمتعلقة بحقوق المرأة، وهذه بصراحة نسبة تصدم شوية خاطر أغلبية السياسيين توا باقيين يستعملوا في المرأة وفي حقوق المرأة باش يجملوا بها أكثر أصوات، لكن في الحقيقة هما ما يعطوش أكثر من 15% في المكاتب التنفيذية متاعهم نسبة للنساء. مالك كيفاش باش يتحكموا في التناصف بين المرأة والرجل في الدستور التونسي وفي الانتخابات القادمة؟ هذاك علاش عزيزينا المستمعين الدراسات رغم القانون اللي نص على المناصفة هذه بين المرأة والرجل، وهذا في كان في الفصل 45 من الدستور الجديد، إلا أنها اعتبرتها مجرد إشاعات خادعة وبراقة، والمرأة التونسية ما كانتش كالعادة تتجاوز كلها إشهارية بطرق إشهارية. ويبدو أنه المرجعية الدستورية اللي أقرت تثبيت المساواة بين المرأة التونسية والرجل في الحقوق وفي الواجبات وكل المرجعيات التشريعية اللي جات تتضمن إجراء أدنى يحفظ الكرامة المرأة وتحول دون استغلالها اقتصاديا اللي ما عطتش مفعولها المرجو، وما كانتش حافز باش تحسن الوضع الاجتماعي للمرأة العاملة في تونس، وما كانتش تحول دون تهميشها واستغلالها اقتصاديا، وتغطى عقلية الاجتماعية الاستغلالية وعلى القوانين الدستورية والمواثيق الحقوقية. معناتها إذا كان باش نرفعوا شعارات من مجرد الشعارات وباش نعملوا قوانين باش نتفرجوا عليها ونحكوا بها في المنابر التلفزية وما نطبقوهاش، راهي هذه الكل زايد علينا، بالأخص نحن نشوفوا فيها في الدومين الاقتصادي المرأة باقيين يستغلوا فيها أشنع الاستغلالات، وباقيين بالأخص مع حكينا نحن قبل في منبر المرأة على المرأة في المرأة والعمل وكيفاش المرأة يستغلوها، خطر هي ما تطلبش برشا فلوس وتنجم تخدم في أسوأ الظروف، وهذه أعزائي المستمعين من أبسط الحويج اللي نجم السياسي يهبطلها ويشوف المرأة التونسية اش نجم تعاني في حياتها اليومية وفي الاستغلال الاقتصادي اللي باقي تتعرض له بالأخص في المجال النسيج والحضائر والفلاحة. هذك علاش باش نعطيكم توا لمحة على الانتهاكات هذه. اليوم باش نحكو على المرأة في السياسة، لكن ما نجموش نحكو على المرأة في السياسة من غير ما نحكو اللي نحن رانا نلزمنا كإنسان ننتصروا على أبسط التجاوزات وننتصروا الحقوقنا. علاش اليوم تأكد الدراسات اللي قام بها المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في قطاع النسيج انه العقلية التهميش والاستغلال اللي تتعرض لها المرأة التونسية العاملة واللي تمثل اكثر من 86% من جملة المشاغلين في القطاع الخاص ومؤسسات الخياطة، وهذه زادة من الارقام اللي تفجع. اليوم كيفاش باش نحكو على المرأة في السياسة من غير ما نحكو على مرأة يكون عندها أبسط الاحتياجات الاقتصادية، يكون عندها اكتفاء اقتصادي، يكون عندها استقلال اقتصادي؟ ما نمش نحكو على مرأة سياسية من غير ما نحكو على مرأة مستقلة اقتصاديا. أعزائنا المستمعين، هل الحويج اللي نعطو فيها اليوم رانا نعطو فيها باش انت كمرأة تفهم روحك وتعرف على شنو باقين يوصلوا فيك وشنو باقين يستغلوا فيك؟ هذك علاش اليوم باش نحكو على الدولة اللي هي باقية تتواطأ مع الطرق هذه وباقية تغض النظر على برشا حويج، والأحزاب كالعادة ديما هما يكونوا في الصدارة باش يوروا العضلات متاعهم ويقولوا اللي احنا نجم ونعملوا، لكن هذية بالأرقام توا من بعد ان نحكو فيه أعزائنا المستمعين بعد النغمة اللي باش نعديه لكم باش نحكو المرأة التونسية في النسب، المرأة التونسية كيف باش نحكو على مناصفة اليوم ونحن نحكو على اللي هي المرأة التونسية 52% من الشعب التونسي.
تحييهم هادي مياليهم من القلب تحييهم اللي عايش لينا ولا نفو ولا مدينة لو لعرك يديهم ويذوبك الشمعة ويخبي والدمعة على عيون أهاليهم الناس اللي تعاني ونساتهم لغاني هادي الميليهم هادي الميليهم هادي الميليهم هادي الميليهم شوية فيهم اللي عمري ليهم وعمري شوية فيهم يعيشوا بلقمة نظيفة ويصرعوا بخط نظيفة ربيعي جنة حميهم تملكهم بكلمة ويتمناكوا ديما بعيدة أمانيهم الناس اللي تعاني ونساتهم لغاني هادي الميليهم هادي الميليهم هادي الميليهم هادي الميليهم خطوتهم على الجمرة ويحلموا بالقمرة مرايا بين ايديهم وفي اخر الحكاية تتكسر المرايا وما تحكيش عليهم الناس اللي تعاني ونساتهم لغاني هادي غناية ليهم هادي غناية ليهم هادي غناية ليهم رجعنا لكم أعزائنا المستمعين، ما زلتوا على موجات إذاعة منزل بوزيان صوت الحرية والأحرار، ما زلنا متواصلين معاكم في برنامج منبر المرأة ونذكركم بموضوعنا اليوم المرأة والسياسة. اليوم باش نحكوا على الأرقام كما قلت لكم قبل الأغنية هذه، باش نحكوا على المرأة في أرقام، باش نعطيكم أرقام ونسب النساء العاملات في تونس قديش وبالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. باش نعطيكم في الأول نسبة النساء الأجيرات أكثر من 75% من مجموع النساء و 49% من الإطارات المتوسطة والتقنية في الوظيفة العمومية نسائية و 43% من حاملي الشهادة العليا نساء وما عندهم الشغل مقابل 23% رجال. 60% من الطالبات
هما فتيات، وأكثر من ربع الإناث في تونس هما أميات مقابل 11.2% عند الرجال. توجد المرأة التونسية في مواقع القرار في المناصب العليا ما يتجاوز 6%، وتواجدها في الهياكل القاعدية النقابية ما يتعداش 13%، و4% فقط في الهياكل الوسطى والعليا، وخمسة نساء في الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، و5600 مرأة ناشطة في الحقل السياسي، والمرأة تخصص 5.5 ساعات للقيام بالأعمال المنزلية في حين يخصص الرجل 30 دقيقة فقط. هذا كان عمل مليح، خصصنا 30 دقيقة من وقته باش يعاون مرته. اليوم أعزائي المستمعين، رانا مانيش ضد الراجل، لكن نحن ننتصر للنساء بدرجة أولى. اليوم نحكو على الاستغلال السياسي اللي باقيين يخدموا به المرأة. يا امرأة ما تخليش روحك تكون سلعة سياسية جيست يكبروا بيك النومبر متاع المرأة ويقولوا هنا أحزاب حديثية وأحزاب ننتصروا للمرأة. ما تخليش روحك في المستوى هذك، لكن كون محل قرار، ويكون على الأقل كيف تكون في حزب يكون عندك سلطة ويكون عندك وزن، ما تكونش للديكور فقط. اليوم نحكو على المرأة الوحيدة اللي ترشحت للرئاسة وهي آمنة منصور. حكينا عليها قبل وحكينا على سيرتها وحياتها وكيفاش عاشت. المرأة الوحيدة اللي في تونس اللي مترشحة للرئاسة هي المرأة آمنة منصور، اللي هي زادة رئيسة حزب. لكن أعزائي المستمعين، ما نجموش نتعدوا اليوم من غير ما نحكوا على المناصفة، والناس برشا حكيت على المناصفة، والحقوقيين والسياسيين والمناضلين كلهم حكوا على المناصفة. لكن اليوم باش نحكوا على المناصفة في وجهها الحقيقي. صحيح هما نمقوا الوجه متاعها، لكن نحن اليوم باش نحكوا على الوجه الأصلي متاعها اللي نحن بالنسبة لنا وكمرأة وحسب اللي باقي نشوف فيه حتى من خلال القوائم اللي باقية تتعرض والقوائم اللي باش تتعرض. اليوم أحكوا على مجموعة من العقابات، الناس اللي مش باش الأحزاب اللي مش باش تطبق، ولا القوائم اللي مش باش تطبق المناصفة هذه اللي هي المناصفة الأفقية. الأحزاب اللي مش باش تطبق الطريقة هذه، بحسب رأيكم شنو اللي باش يكون مصيرها، ولا شنو القائمة شنو باش يكون مصيرها؟ باش يكون مصيرها مجرد عقوبة مالية، معناتها ينجم يكون الحزب اللي عنده الفلوس معناتها ما يطبقش القاعدة هذه ويحط في ويحط معناتها اون باراليل يحط مونطون معناتها نتاع فلوس، يقول في القائمة هذه انا مش باش نطبق المناصفة، وها هو المونطون نتاع الفلوس اللي باش نعطيه للعقوبة هذه وللدولة. هذيك علاش المناصفة راهي إذا كان ما يكونش تعقبها عقوبات، مثلا كيف ما اللي نحن نجم تطيح القائمة هذيك معناتها بصفة اضطرارية ولا بصفة طبيعية. لكن هما حتى في المجلس التأسيسي، للأسف هو ما هوش مجلس تأسيسي، هو مجلس للخزي والعار. المجلس هذية أغلبيتهم حتى كيف خرجت المرأة وقالت اللي هي رانا لازمنا نطبقوا نعملوا قانون اللي هو يطيح القوائم هذه، جابها برشا ناس عارضوا وبرشا حتى راهم من الأحزاب الحديثية والأحزاب اللي تحاول تنتصر للمرأة رفضت الطريقة هذه ورفضت العقوبات هذه واقتصرت على عقوبات مالية بسيطة. وهذه راهو يدل على اللي هي المرأة راهي حتى كان أعطوها شعارات، لكن في الحقيقة وفي القوانين ما يطبقوش القانون اللي من خلاله النجمه كالطريقة هذيك تكون نافعة وجديرة بالحديث عليها. اليوم ما ثماش معنى المناصفة والتناوب في القائمات الترشح للانتخابات إلا إذا اقتصرت على الترتيب العمودي دون الأفقي. يعني المناصفة اللي ترأس القائمات والترتيب التناوبي هو اللي يصنع مجالس نيابية متناصفة. لكن الشعار هذي ما كانش كان اللي هو نسمو النجم نقولوه اللي هو خدعة وأنانية بالنسبة لنواب المجلس التأسيسي. علاش؟ الخطر إذا كان نحكو حتى بالأرقام الكفاءات، معناتها إذا كان مش نحكو حتى بالأرقام نتنجم نكونوا حتى بالأرقام اللي عطيه لكم بكري شوية، اللي هو حتى بالنسبة للمرأة في تونس المرأة تمثل أكثر من نصف المجتمع. بالخاصة نحن عنا في تونس عنا 52% نساء في تونس، وأكثر من نصف السكان بشوية كما قلنا أكثر من الرجال،
وعدد التلاميذ الطالبات في إطار التدريس، وزاد يتقدموا على الرجل في مستوى التفوق والتميز الدراسي، وعدد حاملي الشهادات في كل مستويات التعليم والاختصاصات، وهما أكثر إنفاق وتحمل الأعباء داخل الأسرة، ومع ذلك هذا ما يعكس تواجد النساء هذوما في مواقع القرار. وهذا يحيلنا على سؤال كبير برشا، اللي هو شكون من مصلحته يحاول معناتها يكثر من تهميش المرأة، وشكون من مصلحته اللي هو ما يظهرش المرأة اللي هي ينجم يكون عندها فاعلية كبيرة في المجتمع التونسي. وهذه نجمه برشا ناس تعطيك برشا اقتراحات، لكن أعزائنا المستمعين، راهي المرأة هي اللي تخدم ضد روحها. إذا كانت المرأة تحط روحها في قائمة مثلا انتخابية وتكون مجرد ديكور، ما عملنا، ما وصلنا، لازمها تكون على الأقل تكون ذات كفاءة، وتكون عندها منصب إداري معناتها مهم، وعندها علم باهي معناتها بالجانب السياسي، وهذا اللي باش يخليها راهي تكون فعلة. واليوم للأسف الشديد رينا برشا نساء في المجلس التأسيسي، بصراحة نحشم بهم، لكن زيادة ثم برشا نساء في المجلس التأسيسي نفتخر بهم. ذاك علاش أعزائنا المستمعين، لازمنا وكنساء نحن ننتصروا على أنفسنا وننتصروا على العقليات هذه. وتوا أعزائنا المستمعين، ما تبدلوش الموجة، خلوكم على موجات إذاعة منزل بوزيان، باش نخليكم شوية ورجعين. كبي الفولارة يا البيا، كبي الفولارة يا البيا، كبي الفولارة عالغالي، خجمي الهدارة يا البيا. كان عندي منين يا البيا، كان عندي منين يا لله، كان عندي منين دي الفاما اكمالي يولي.
رجعنا لكم أعزائنا المستمعين، تحية للناس الكل اللي باقين يتابعوا فينا على موجات إذاعة منزل بوزيان اف ام، وعلى كل اللي باقين يتابعوا فينا على الشين يوتيوب. رانا منكم وليكم أعزائنا المستمعين إذاعة منزل بوزيان صوت الحرية والأحرار، نخدموا باش نقدموا شوية على منزل بوزيان ونقدموا شوية طموحات الشباب متاعنا. هذاك علاش اليوم ديما رانا ننتصروا للتاريخ. اليوم باش نحكوا على التاريخ التونسي، اليوم باش نحكوا على دور المرأة في تحرير من المستعمر الفرنسي. المرة اللي فات زادة حكينا على مناضلة تونسية شاركت في التحرير، واليوم زادة باش نحكوا على واحدة مناضلة ثانية، لكن هما ما يتعدوش على الصباع، معناتها صباع اليدين، لكن هما برشا. أما نحنا من خلال الركن هذية، ركن إنجازات مرأة، ديما نحاولوا نسلطوا الضوء على إنجازات بعض النساء اللي خلدها التاريخ. اليوم باش نحكوا على خديجة رابح اللي هو جدها محمد صويلح، من أهالي المطوية وحارب فرنسا وقت اللي دخلت لتونس. وقتها المطوية حاربت وحدها كيف دخل المستعمر الفرنسي لمدة 30 يوم وما تخلتش على النضال هذية وقت اللي بسطت فرنسا نفوذها على كل جبس. وقتها التحق محمود صويلح بالتراب الليبي وقت اللي قضى 3 سنوات وهو جد المناضلة هذه خديجة رابح، واللي من خلاله هو حتى هي هزت عليه المشعل. وانتقلت المرأة هذه للعاصمة مع زوجها عام 1930، وقتها انخرطت في حركة الوطنية وساهمت عام 1934 في تجميع قطاع الذهب والفضة من النساء باش تساعد الحزب التزاما بالأهداف الوطنية، وتوصلت باش تجمع صندوق ذهب وثلاثة شكاير فضة، وأضافت كمية من السلاسل والخلاخل، كيما جمعت عطايا برشا من التمور والحبوب اللي تم بيعها في السوق ومد الحزب بمدخراتها. وكانت تشارك كذلك في المظاهرات وتنديدات بالسياسة الاستعمارية واحتجاجات على اعتقال المناضلين. ومن أنشطتها النضالية نذكر تكوين الشبيبة النسائية اللي جمعت 140 مرأة، وتوعية النساء وتحريضهم على النضال والصمود والتنسيق مع شرذلية بوزقرو ابنة أخت الحبيب بورقيبة اللي أسست معها شعبة نسائية كانت تجمع كل يوم جمعة بمقرها حذو سيدي محرز وزاوية سيدي إبراهيم الرياحي، بعد اللي كثر عدد المقبلات على الاجتماعات هذه. المشاركة في مصاحبة المناضلين وفي انتقالاتهم بين المدن من بنزرت مثلا مع بورقيبة، وتنقلت زادة في الجهات باش تحرض على النضال النسائي، وزاد عقد اجتماعات كما في باجة، ووقتها اعتقلوها مع بورقيبة ونساء اللي جاوا من العاصمة، ونقلت السجن في بنزرت وقتها وقع الإفراج عليها في آخر الليل. وشاركت في إضراب جوع لمدة 3 أيام احتجاجا على اعتقال الزعيم بورقيبة، وتنظيم مقاطعة الزرمافي، الزرمافي اللي هو نحن نقول له لاتوري، وحث على عدم امتطاؤه لمدة 3 أيام، وفي كل محطة كان يوجد راجل ولا زوج نساء باش يحرضوا الناس على الشيء هذايا. وبيعت الجرائد الوطنية في المظاهرات، تجميع الأسلحة المنزلية ومد المجاهدين بها، وزاد تم تكسير ساقها في مظاهرة باب حرب بسبب ضربة الجندرمية اللي هما الأمن الفرنساوي وقت اللي كانت في الصف الأول مع مجموعة المتظاهرين، وساهمت في تجميع المأكولات وفي مد المعتقلين بها، وتجمع زاد الأغذية من الأهالي والتجار، ويقع إعدادها بالنادي وإرسالها للمعتقلين. وقع زاد افتكاك الأغذية هذية المجمعة 3 مرات، وكانت كل مرة تعاود تجمعها مرة جديدة مع أخواتها المناضلات من غير ما تفدوا من غير ما تمل. وزاد ثم برشا أسماء غير المرأة المناضلة هذية، ثم برشا أسماء أخرى اللي ذيق المجال عن تفصيل والقول فيها، وتوا باش نقتصر جيست بذكر الاسم هذية، اسم المرأة هذية ومعها مجموعة من النساء من أمثال مبروكة جاسمي، أصيلة نفزة، وسعاد الختيش، وزوجة محمد الصالح النفزي،
وكانت ناشطة بجمعية شبان المسلمين. أعزائنا المستمعين، رانا ما نجموش نقتصروا النساء المناضلات في المجتمع التونسي بالعبارات البسيطة ولا العبارات الرنانة، لكن نساء بلادي نساء ونصف. ذاك علاش أعزائنا المستمعين من خلال البرنامج هذية ماذا بنا نوصلوا صوت المرأة، صوت المرأة المثقفة، صوت المرأة الخدامة، صوت المرأة الفلاحة، صوت المرأة اللي قاعدة في الدار تربي في صغارها. هذه مهمتنا وهذه شعارنا. وأعزائنا المستمعين، إذاعة منزل بوزيان راهي منكم وإليكم ومن خلالكم أنتم، نحن باقين نتطور وباقين نقدموا المواضيع هذه. وماذا بينا في على الشين يوتيوب ولا على الباج فيسبوك راديو منزل بوزيان تقدموا لنا اقتراحاتكم ولا حتى بعض الاختلاجات ولا بعض الاعتراضات اللي باقين تشوفوا فيها كنساء ولا باقين تتعرضوا لها كل يوم. ونحن رانا مش باش نقتصروا على العمل الإذاعي، لكن رانا باقين حتى من خلال العمل الميداني والعمل الجمعياتي من هذوما، من خلال الحويج هذوما باقيين نحاولوا نوعوا المرأة ونوعوا أنفسنا نحن كشابات جديرات بلي نحن نقودوا الدولة في المستقبل. أعزائنا المستمعين، هكا نكون وصلنا الختام برنامجكم منبر المرأة اليوم، وإن شاء الله يكون البرنامج اليوم فاتكم وعطاكم جملة من المعلومات، وإن شاء الله تكون انتقاداتنا كانت تخفيف عليكم. أعزائنا المستمعين، كالعادة من وراء الميكروفون تواصلت معاكم أمل، وكل عادة في الجانب التقني شكرا ليك منذر بن جدو، وفي الجانب المونتاج سناء جندوزي. تصبح على خير، خلوكم على موجة إذاعة منزل بوزيان. منبر المرأة برنامج اجتماعي نحاول من خلاله طرح مشاكل المرأة، تصوير واقعها ومدها بالسند القانوني اللي يعطيها القوة باش تدافع على حقوقها. منبر المرأة تسمعوا كل نهار اثنين مع أمل وسلوى على راديو منزل بوزيان اف ام على تردد 103.5 ميجا هرتز. انا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى، لا تزيد كتير علي احسن ما نوقع سوا. انا بتنفس حرية ما تقطع تزيد كتير علي أحسن ما نوقع سوا. صوت الحرية والأحرار، هذه إذاعة منزل بوزيان اف ام.